الأشخاص النباتيين لازم دائما يكونوا منتبهين وحريصين على وجبة على وجباتهم بالإجمال إنها تكون غنية بمصادر البروتينات. السحور ممكن يكون في ندخل البقوليات، الحبوب مثل الفول، حمص أو أي مصادر بقوليات أخرى أنتم بتفضلوها. ممكن ندخل التوفو، ممكن ندخل المكسرات كمصادر أساسية لحتى تدعمنا بالطاقة المحتاجينها خلال النهار، بالإضافة لأنه يكون عم يشرب كمية ماء كافية وأكيد لأنواع الكربوهيدرات الجيدة. بالنسبة للإفطار، نبدأ إفطارنا نكسر الصيام بحبة تمر مع شوية مكسرات بالإضافة للعصائر. بالأشخاص النباتيين يلي بدخلوا بصيامهم مشتقات الحليب ممكن يبدأوا نفس الشيء تمر مع حبة مكسرات، بس ممكن ياخدوا الروب يلي هو اللبن. ننتقل للوجبات الأخرى. الشوربات مفضل دائما إنها تكون كاملة ومتكاملة غنية بمصادر الفيتامينات، فبهذه الطريقة نحن مندخل أكبر كمية أو أكبر تشكيلة من الخضروات يلي ممكن يكون موجودة عنا، منحطهم بالشوربة، هيك بتكون الشوربة غنية بالفيتامينات. ننتقل للطبق الرئيسي يلي لازم يكون موجود فيه أنواع الكربوهيدرات الجيدة وأنواع البروتينات. بالنسبة لأنواع البروتينات بنعتمد أكيد على المصادر النباتية يلي هي مثل الحمص، الفول، البقوليات، الحبوب بالإجمال، العدس، التوفو ممكن كمان ندخله، هاي الأنواع النباتية من البروتينات. أكيد بالنسبة للحوم المصنعة النباتية كمان ممكن الواحد ياخدها، بس دائما يفضل الأشياء المصنعة أو الغير موثوق بالأشياء الموجودة بقلبها نقلل من استهلاكها خلال نظامنا الغذائي. من مصادر البروتينات النباتية أو بالإضافة لمصادر الكالسيوم والزنك والفيتامين بي 12 والحديد يلي هن من أهم العناصر اللي لازم دائما النباتيين يكونوا عم بيتابعوها، في عنا التوفو، عنا المكسرات، عنا البقوليات والحبوب والعدس، في عنا جوز الهند، عنا البرقوق ممكن نعتمدهم، أو الخوخ ممكن نعتمدهم وندخلهم بنظامنا كمصادر إضافية لهاي المعادن، بالإضافة لأنه إذا كنا عم ناخد المكملات الغذائية مع استشارة الطبيب أو الأخصائي يكونوا هني كاتبين لنا كيف رح يصير مواعيد تناولها خلال رمضان، ودائماً بننصح إنه يكون في فحوصات وإجراءات متابعة دورية لنكون متأكدين من صحتنا ونكون متأكدين إنه الصيام ما عم بيأثر على غذائنا بأي شكل.